النهاردة اقول لكم على طريقة حلوة جدا جدا وسهلة وسريعة لعمل المكرونة. اول حاجة هنجيب حوالي 3 فصوص كبار من الثوم، هنشوحهم في 2 معلقة كبار من الزيت لحد ما الثوم ياخد معايا لون ذهبي فاتح. بعد كده هنزل عليهم الطماطم، الطماطم انا كنت ضربوها في الخلاط وبعد كده صفيتها كويس جدا، وجبت حل على النار وحطيت فيها المية تغلي عشان اسلق فيها المكرونة، وزودت لها رشة ملح، وهنا الصلصة بتاعتي لما بدأت تغلي معايا ضفت لها رشة من الملح ورشة من السكر وكمان رشة من الفلفل الأسود، ولما المية بتاعت السلق غليت معايا نزلت بالمكرونة وهسيبها لحد ما تتسلق. وبعد كده لما بننزل بالمكرونة لازم النار تكون هادية عشان المكرونة ما تعجنش مننا، وطبعا ما ننساش التقليب كل شوية في الصلصة عشان الصلصة ما تلزقش وتتحرق مننا. وهنا المكرونة كانت سلقت، هاخدها بقى اصفيها في المصفى، وبعد ما صفيت المكرونة كويس جدا كانت الصلصة كمان اتسبكت، خلطتهم ببعض وبعد كده قدمتها واكلناها وكان طعمها حلو جدا جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان ما تنسوش اللايك. مع السلامة.